يعمل المجلس المحلي لمدينة عنادان شمال حلب على إعادة تأهيل المراكز الحيوية والخدمية في المدينة التي تعمد الاحتلال الروسي ونظام الأسد تدميرها بحملات القصف المكثفة واستهداف تلك المراكز بشكل مباشر. ومع عودة الأهالي إلى منازلهم أصبح من الضروري إعادة تأهيل تلك المراكز وتفعيلها من جديد. قام المجلس المحلي في مدينة عنادان بوضع خطة بتأهيل المراكز الحيوية في المدينة والبنى التحتية. فقام المجلس المحلي بتوفير المياه للمواطنين وأيضا توسيع شبكة الأمبيرات والخدمة خدمة الأمبيرات وأيضا المراكز الصحية في المدينة. كما أن المجلس المحلي قام بتأهيل الفرن المخبز الآلي في مدينة عنادان. وقام المجلس المحلي بزيارة المدارس ووضع خطة للتعليم في العام الدراسي 2017-2018. العمل بدأ بإصلاح آبار المياه التي تزود عموم المنطقة بمياه الشرب وتشغيل المخبز الآلي، بالإضافة إلى توسيع شبكة الأمبيرات وتفعيل المركز الصحي وترميم المساجد والمدارس، وذلك ضمن خطة وضعها المكتب الخدمي في مدينة عنادان لتأهيل البنية التحتية وإعادة تفعيل مراكزها الخدمية. الحمد لله تم تجهيز بئرين في النبعة الشرقية، طبعا بئرين عن طريق المنهل بالنسبة للمياه. أما بالنسبة لوضع الفرن، الحمد لله تم تجهيز الفرن وتفعيله، وتم تفعيل مستوصف مدعوم بدكتور سنين لمدة يومين، وتم توسيع شبكة الأمبيرات بشكل كامل لعودة الناس طبعا من الريف الغربي. العاملون في المجال الخدمي أكدوا سعيهم لتأمين احتياجات الأهالي بعدما عانوه من نزوح وقصف، وإنهم مستمرون في البناء والإصلاح بكل أشكاله. بالرغم مما دمرته طائرات الاحتلال الروسي بقصفها للمراكز الحيوية والخدمية في قرى شمالية حلب، تقوم المجالس المحلية بإعادة تأهيل المرافق العامة لعودة الخدمات لهذه المناطق بعد عودة أهلها إليها. عمار جابر، أورينت نيوز، ريف حلب الشمالي.